بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. خوتي اللي مازال مشترك في القناة يشترك ويفعل الجرس ويخبط النجم للفيديو. كما عودناكم خوتي غير لي زافير، راني جبت لكم بيجو 207 أليور اني 2011، موتور ديزل 1.6 HD 102 شوفو، لابواط مانويل ماشية 195,000 كولور بلونش. فيها كليماتيزاسيون لابياس لي اس بي، رادار دو ريكول، ديركسيون اسيستي، روتوريزور إلكتريك، فار أونتيبرويار ألام، فاركسينون جونتاليا، شوجور فيتر إلكتريك. مولاها قالك فيها موتور محطوط يمشي 10/10، طل فيها 80 مليون، نيكوسياب. فيها مساعدة قالكم عيطولي ونساعدكم. السيارة خوتي راهي من ولاية البليدة، رقم الهاتف راح تلقاوه أسفل الفيديو في صندوق الوصف. نروحو لشيفرولي كروز التي اني 2012، موتور 1.6 سنتر شوفو، لابواط مانويل ماشية 300,000 كولور بلونش. فيها لابياس لو اس بي، ديركسيون اسيستي، ريتروفيزور الكتريك، فار انتبريار الارم، فاركسينو جونتالياج، فوتجور فيتر الكتريك. فيها راكور في الكابو ولا الدروات. مولاها طل فيها 85 مليون بريفيكس. اللي عجبتو يتواصل مع مولاها خوتي، السيارة راهن ولاية بلعباس، رقم الهاتف في اسفل الفيديو. عندنا سوزوكي التو اني 2012، موتور اسونس 1.0 68 شوفو، لابواط مانويل ماشية 135,000. هادي فيها كليماتيزاسيون خوتي، مولاها قالك فيها ماسك افون، طال فيها 59 مليون بريفيكس خوتي. اللي عجبتو يتواصل مع مولاها. عندنا بيجو 301 اكتيف اني 2013، موتور اسونس 1.2 VT 62 شوفو، لابواط مانويل ماشية 150,000 كولور بلونش. مولاها طلب فيها 88 مليون بريفيكس خوتي. السيارة شابة ونظيفة كيما راكم تشوفو. اللي عجبتو يعيط مولاها، رقم الهاتف راح تلقاوه اسفل الفيديو. مازلنا في ليزافير خاوتي، راني جبت لكم رونو كليو كلاسيك اني 2004، موتور ديزل 1.9 لابواط مانويل ماشية 230,000. فيها راكور في الكابو والباب ريار كوش. مولاها قالت الموتور مليح ما يسخن ما ينقص، روح به وين حبيت، سوموه 60 مليون وماشي بعيدة بزاف. قالكم عيطولي ونساعدكم، السيارة راهي من ولاية أم البواقي. نروحو لبيجو 206 اني 2005، موتور اسونس 1.4 75 شوفو، لابواط مانويل كولور بلو غلواز. مولاها قالك الموتور ما يسخن ما ينقص، روح به وين حبيت، طل فيها 50 مليون، نيكوسيا. فيها مساعدة، اللي عجبتو يعيط لمولاها وين نيكوسي معاه، وان شاء الله تكون كسيبة تاع الزوالي. السيارة راهي من ولاية المدية خوتي. نروحو خوتي الفولكسفاجن غولف 6 اني 2010، موتور اسونس 2.0 جي تي، هادي 210 شوفو خوتي، لابواط اوتوماتيك ماشية 150,000 كولور نوار. مولاها قالك نبيع ولا نبرز، سوموه 112 مليون وماشي بعيدة بزاف. السيارة راهي من ولاية الجي، من برج البحري بالضبط، رقم الهاتف تلقاوه في صندوق الوصف اسفل الفيديو خوتي. مازلنا في ليزافير خوتي، يعني جبت لكم داكسيا لوغان اني 2014، موتور اسونس 1.2 لابواط مانويل ماشية 260,000 كولور بلونش. فيها كليماتيزاسيون لابياس، ديركسيون اسيستي. مولاها قالك سوموني 92 مليون وماشي بعيدة بزاف، عيطولو خوتي ونيكوسيو معاه، السيارة راهن ولاية بيجايا. عندنا هيونداي اتوس جي ال اني 2009، موتور اسونس 1.163 شوفو، لابواط مانويل ماشية 340,000 كولور بلونش. مولاها قالك الموتور مليح ما يسخن ما ينقص، سيسبونسيون مليحة ما فيهاش صبيغة، 0-0 صبيغة هادي خوتي، سوموه 80 مليون وماشي بعيدة بزاف. اللي عجبتو يعيط لمولاها وينيكوسي معاه، السيارة راهن ولاية المدية خوتي. مازلنا في ليزافير خوتي، يعني جبت لكم بيجو 208 ستيل اني 2014، موتور اسونس 1.2 VT 82 شوفو، لابواط مانويل ماشية 192,000 كولور بلونش. فيها كليماتيزاسيون لابياس، ديركسيون اسيستي، روتروفيزور الكتريك، فار اونتيبرويار الام، جونتالياج، فوتجور فيتر الكتريك. السيارة نقية وشابة كيما راكم تشوفو. مولاها طل فيها 115 مليون بريفيكس. اللي عجبتو يعيط لمولاها ويتواصل معاه، السيارة راهن ولاية علم مسيلة خوتي. عندنا بيجو 307 اني 2007، موتور ديزل 1.6 HD 110 شوفو، مولاها قالك سوموني 70 مليون وماشي بعيدة بزاف. اللي عجبتو يتواصل مع مولاها، رقم الهاتف راح تلقاوه اسفل الفيديو في الوصف خوتي، السيارة راهي من ولاية المسيلة.
نروحو لسيتروان ساكسو اني 2001 موتور ديزل 1.5 58 شوفو لابواط مانويال مولاها طل فيها 50 مليون نيكوسيال فيها مساعدة اللي عجبتو يتواصل مع مولاها وينيكوسي معاه. السيارة راهن ولاية بومرداس. الناس اللي طلبوا لي كانغو اني جبت لكم صحبه شابه وبزاف وتاع خدمه خاوتي. عندنا كانغو اني 2002 موتور ديزل 1.965 شوفو لابواط مانويال ماشي 360 الف مولاها قالك فيها موتور محطوط يمشي 10/10 سوموه 58 مليون وماشي بعيدة بزاف اللي عجبته يتواصل مع مولاها. السيارة راهن ولاية البليدة. رقم الهاتف راه في صندوق الوصف أسفل الفيديو خوتي. عندنا جاك جي 3 أليور أني 2013 موتور إيسونس 1.3 لابواط مانويال ماشية 200 ألف مولاها قالك سوموني 72 مليون. السيارة شابة ونظيفة كيما راكم تشوفو خوتي. راهي من ولاية ألجي من البراقي بالضبط. رقم الهاتف راه في أسفل الفيديو. خوتي اللي مازال ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس باش يلحقوا له الفيديوهات هو الاول. وخبطوا لنا جام للفيديو. وصلنا الفيديو 3000 جام. واللي راه يحوس على اي نوع من السيارات يحطها في تعليق وانا راح نديرها في الفيديوهات الجايين. واللي باغي يبيع اي سيارة يتواصل معايا ويبعث لي فوتوات تاعها والمواصفات تاعها وانا راح نديرها في الفيديوهات الجايين. الى هنا نكون قد وصلنا لنهاية الفيديو خوتي. يتهلاو في روحتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.